بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير من هنا من أرضية ميدان الرميل لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن انطلاقة هذه الأشواط. شوط الأول مخصص لأبناء هذا الميدان، أيضا وشعاراتهم المميزة المشاركة والمنافسة من أجل الناموس والانتصار في هذه الأشواط وانتزاع المركز الأول. الله الله الله، أيها البطل العملاق الذي تظهر في هذا اليوم بشعارها المميز شواهين راشد بن سعيد بن ناصر السيفي، اللي ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني الغدوم من هملولة محمد بن ناصر الهشامي، على المركز الثاني والمركز الثالث زعزعة زاهر بن سالم السيفي، على المركز أيضا الثالث المركز الرابع القادمة والمنطلقة هملولة خالد بن سعيد بن محمد الربيعي. هذه النتيجة لأربعة مراكزنا الأولى المنطلقة. أعود إلى الصدارة الشوطة، إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول. شواهين ما زالت في القمة هذا الشوط منذ البداية، منذ الانطلاق حتى هذه اللحظات بمتابعة راشد بن سعيد بن ناصر السيفي اللي ينطلق مع المركز الأول منطلقا من أجل الناموس. لكن المركز الثاني هملولة القادمة والسلالة الهملولية الذي تنطلق دائما وابدا نحو المراكز الاولى. محمد بن ناصر الهشامي انطلق نحو المركز الاول، نحو الانتصار. المركز الثاني زعزعة زاهر بن سالم السيفي، لكن هملولة، هملولة نحو المركز الاول، نحو التحدي والإثارة، نحو الانطلاق الجميل. راحت مع الانتصار محمد بن ناصر الهشامي، لكن السيفي القادم، القادم مع زعزعة، هل تزعزع الميدان؟ لكن التحديات الجميلة، التحديات المثيرة. الله الله الله، نافس اللي بتنافس في مع زعزعة، غيرت زعزعة نحو المركز الأول، نحو الشوط الأول. الله الله الله، تهانينا وناموس على هذا التألق الجميل والمثير. زعزعة صاحبت هذا الشوط، زاهر بن سالم السيفي المركز الثاني، كانت هملولة محمد بن ناصر الهشامي المركز الثالث، هملولة خالد سعيد الربيعي. التوقيت الزمني دقيقتين و13 16 جزء من الثاني هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس لمالك زعزعة على انتزاع